فرش التراب، فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي. يعيشون مع الأموات، تلك هي حياتهم، عالمهم مجهول ومصائرهم مبهمة، فلا هم أحياء ولا هم أموات. أنا اسمي أحمد رضا، من سكان المقاومة، عايش فيها بقالي 25 سنة مع أبويا وأمي. كملت تعليمي وكنت في نفس الوقت بشتغل في المقابر وبساعد أهلي، وكنت مبسوط على فكرة بشغلتي. أنا عمري ما اتضايقت من شغل والدي، بالعكس أنا فخور بيه قوي، وشغلته دي أحسن من أي حاجة تانية، وإحنا الحمد لله راضيين. وعلى فكرة أنا عمري ما فكرت إن أسيب المقابر، أنا بيتهيألي إني لو رحت اسكندرية ولا شرم الشيخ اللي بتقولوا عليها هبقى غريب وفي غربة، ومش عايز أطلع من المكان ده هنا خالص. حس الكآبة يا محبي، زهقان، مش شايفين ناس، مشوفش مثلا الحرامية في الطاف حاجة زي كده، بنت زي كده مثلا ماشية راحة شغلها ولا حاجة، منخاف عليها من المغرب، تطلع الأبوية منخاف عليها، تنزل تحت برضه منخاف علينا، العيال في المدرسة منخاف عليهم، بنوديهم ونجيبهم، الحاجات دي كلها، البيوت زي ما انت شايف، هي مفيش حاجة بتتغير. ازاي عايش هنا؟ ازاي انا بصحى بلاقي اصوات، بصحى الاقي ميتين جايه، ازاي الحاله النفسيه بتاعتي وبتاعت ولادي شكلها ايه؟ كل ده لتأثير سكان المقابر، اناس مثلنا، والفرق الذي بيننا وبينهم احساسهم بالموت حاضر دائما في اذهانهم، لانهم يرونه كل يوم وكل لحظه وكل دقيقه، فرفقا بهم من مجتمعنا، فإنهم سكان المقابر. القبر أول منزلة لحياة جديدة، حياة ما بعد الموت، مرحلة بتتصف بالحساب على ما أسلفه الإنسان في الحياة الدنيا. تبدأ لحظاتها الأولى بقبض الروح، نهاية برحيلها للدار الآخرة، الحياة التي تبدأ بضمة القبر. تلك هي حياة البرزخ، فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي، والخوف يملأ غربتي، غربتي والحزن دائي، أرجو الثبات وإنه قسما دوائي.